تنضم معنا الآن من دبي نادية البلاسي، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب. مرحبا بك أستاذة نادية. بداية سنتحدث عن التداول في أسواق المال. الأسواق المال العالمية بشكل عام كانت مرتفعة يوم الأمس، كيف من الممكن أن نتوقع كيف ستكون في المرحلة القادمة؟ بالفعل يعني شهدنا ارتفاعات في جلسة وول ستريت يوم أمس، أيضا شهدنا ارتفاعات في أسواق الصين، طبعا يعني مدعومة من قرارات الذي يتخذونها وزارة الصين يعني من حفظ العقارات والديون التي ستكون أكثر للإنديفيدجوالز، أن تكون رخيصة أكثر للإنديفيدجوالز، وذلك يعني سيستمر في دعم الأسواق الأسهم. وأيضا يعني أريد أن أنبه أن مثلا الأسهم في 500 ارتفع 15% منذ بداية العام، وأيضا الناسداك، مؤشر الناسداك الأمريكي أيضا ارتفع 31% منذ بداية العام. فالأسواق الأمريكية ما زالت في يعني تشوف أو تشهد ارتفاعات ملحوظة، ويعني اليوم سيكون في من المقرر سيكون في بيانات جدا مهمة والتي أيضا سيأخذها الفدرالي بعين الاعتبار والتي ستحرك الأسواق نوعا ما اليوم. كيف نتوقع أن تكون هذه البيانات اليوم، بيانات التضخم؟ هل ربما تشير إلى انخفاض في نسبة التضخم؟ وإذا ما كان هذا الكلام تحقق فعلا، كيف سينعكس على الأسواق؟ نعم، نتوقع انخفاض يعني لهذا البيان، من المقرر أن يكون 3% أو 3.1% يعني دون طبعا الذي جاء في الفترة يعني في الشهر الماضي الذي كان عند 4%. فنتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين بالفعل، وذلك سينعكس على قرارات الفدرالي، وخصوصا قرار الفدرالي يعني هذا الشهر نتوقع بزيادة 25 نقطة أساس، ويعني بالنسبة إلى الأسم إي تول 92% يتوقعون أن سيكون في بالفعل 25 نقطة أساس ارتفاع لمعدل الفائدة. ولكن في شهر مثلا سبتمبر أو أكتوبر يعني لا نعرف، يعني في 50% أنه سيكون في رفع مرة أخرى، ولكن برضو في 50% متوقعين أن ممكن أن يكون في تم تثبيت في رفع أسعار الفائدة. يبدو فعلا بأن الفدرالي سيتجه رغم الحديث بأنه سيثبت أسعار الفائدة. طيب، الدولار انخفض اليوم الأمس أمام سلة العملات، أيضا كيف نتوقع أن يكون تعامل الدولار؟ هل سيكمل في الانخفاض أو في التراجع؟ يعني على رغم الفيد اوفيشلز واعضاء الفدرالي ب يعني اسلوب التشديد التي صرحوا في تصريح اخر تصريحاته، شهدنا ايضا ان الدولار لا يزال ينخفض، وذلك من بعد وظائف القطاع الغير زراعي من يوم الجمعة الماضي، والذي جاء عند 200,000 وظيفة يعني بينما كانت التوقعات عند 300,000 وظيفة. فذلك يعني سبب نوعا ما من من المقرر أن سيكون في رفع أسعار فائدة، ولكن مش بالصورة التي كنا متوقعينها. يعني كنا متوقعين 50 نقطة أساس، سوري 25 نقطة أساس و 25 نقطة أساس يعني في الشهرين المقبلين، ولكن مع هذه البيانات الوظائف التي كانت دون التوقعات نرى في تذبذبات في الأسواق. كل هذه الاستراتيجية التي وضعها الفيدرالي كانت هي يعني سياسة متشددة في التعامل مع التضخم الملاحظ. هنا أستاذة نادية بأن التضخم حافظ يعني على مستويات معينة، كل إجراءات الفيدرالي أو البنوك المركزية لم تجدي نفعا، يعني ربما ساهمت قليلا في تخفيض نسبة التضخم، لكن كحل سحري خلال فترة وجيزة لم يحصل هذا الموضوع. لماذا تستمر هذه الأزمة، أزمة التضخم، رغم كل الإجراءات التي قامت بها البنوك المركزية في العالم؟
هلا بالفعل التضخم انخفض عن ذروته التي رأيناها عند 9.1% العام الماضي والا قبله، والآن نرى ان التضخم متوقع ان يأتي عند 3%. فبالفعل كانت يعني التولز التي استخدمها الفيدرالي بالتجديد النقدي كان بالفعل يشتغل على هذا الموضوع، كرب التضخم، وشهدنا بالفعل انخفاضات كبيرة يعني في طبعا الولايات المتحدة، ولكن مثلا في المملكة المتحدة أو أوروبا لم نشهد ذلك بالفعل. فلازم لابد أن يكون في زيادة من التجديد، ولكنهم الآن يعانون من الركود الاقتصادي والإيكونوميك سلو داون، لذلك نشهد الآن تذبذب في الأسواق من ناحية إنجلترا ومن ناحية أوروبا، ونشهد أن اليورو يعني في وضع سيء الآن يعني مقارنة للباوند أو الاسترليني، وطبعا مقارنة بالدولار. طبعا الاسترليني سجل مستويات يعني جيدة مقابل الدولار. طيب بالحديث عن الركود، لأنه مكافحة التضخم تأتي مع المخاوف الوقوع في الركود، كيف سيوازن الفيدرالي ما بين مكافحته للتضخم وأيضا منع الدخول في ركود في الأسواق في ركود؟ يعني جيروم باول قال أكثر من مرة أن الوظيفة الفيدرالي الآن هو يعني محاربة التضخم قبل أن يعني يترقب الركود، فهو الآن الحالة التي يعني يريد أن يسيطر عليها هي التضخم بالفعل، ولم يأخذ بعين الاعتبار الركود الاقتصادي يعني حتى الآن، ولكن قال مع البيانات الاقتصادية لو أو إذا جاءت جدا سلبية ممكن أن يبتدي من تثبيت أو تخفيف هذه التجديد السياسة النقدية، ولحتى الآن لم نشهد يعني هذا البيانات السلبية أو يعني سلبية الاقتصاد الأمريكي مقارنة مع الاقتصادات الأخرى، لذلك لسه في مساحة لتجديد السياسة النقدية. طيب بالحديث عن الأسواق الآسيوية، هل نتوقع ربما في قادم الأيام التوجه نحو الأسواق الآسيوية؟ منذ فترة ليست ببعيدة كان هناك زيارات متكررة لبعض الشركات، يعني رؤساء الشركات الكبرى زاروا الصين منذ فترة، شركات جديدة يعني ربما، وكان منذ عدة أيام زيارة لجانت يلين، لكن بشكل عام هل من الممكن أن نجد توجها نحو الأسواق الآسيوية في ظل ربما هذا أو الحرب الدائرة في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، أم أن تكون هذه الزيارات للصين في إطار ربما إجراء تفاهمات عريضة ربما إن صح التعبير حول التنافس التجاري بين الاقتصادين الأكبر في العالم؟ يعني زيارة يلين إلى الصين كانت تساهم في حل هذه الحرب التجارية، ويعني قالت وصرحت أن كان الاجتماع بين الصين وأمريكا لما زارت كان يعني إيجابي ومفيد جدا وproductive، فيعني ممكن أن نشوف حلول لهذا الشيء، ولكن مع آخر قرارات الصين يعني لمنع التو ميتلز التي شهدناها يعني الأسبوعين الماضيين، ممكن أن نرى زيادة من التنشن أو من هذا الأسلوب اللي يجرى من يعني ما بين الصين وأمريكا. فيعني هذا شيء يعني موجود منذ يعني سنين، فيعني سنشوف يعني مع زيارة يلين شو يعني المستجدات التي ستحصل بين الصين وأمريكا، ولكن طبعا الصين توفر يعني الانفستمنت الكثيرة خصوصا لقطاع التكنولوجيا والانوفيشن والارتفيشال انتليجنس، يعني تمثل يعني جزء كبير من الانفستمنت لهذا الخصوص. فبالطبع يعني الصين لا تزال انفستمنت سورس ملفت لجميع المستثمرين. طيب بالحديث ايضا عن اسواق الطاقة، لانه هناك جهود دولية حثيثة للانتقال باتجاه الطاقة المتجددة، حتى باجتماع أوبك السابق الذي كان في فيينا تمت مناقشة هذه المواضيع من قبل الدول المجتمعة. هل سنشهد تطورا في هذا الملف، يعني انتقال بشكل سلس ربما نحو الطاقة المتجددة، الطاقة النظيفة البديلة؟
يعني طبعا الطاقة البديلة هو محور عام يعني يدور علينا منذ أيضا السنين الماضية، ولكن هذه السنة تركز برضو على هذا الموضوع، وممكن أن نشد جدا خصوصا مع تقلبات يعني النفط بشكل عام، يعني تقلبات مثلا برنت و WTI الآن يستقر فوق $74 وبرنت فوق $79، نشهد أن يعني من بعد تدخلات السعودية ومن بعد تدخلات روسيا لكبح يعني السبلاي، نشهد أن في kind of stabilization لأسعار النفط، ولكن كل شهرين لازم نشوف أن أسعار النفط بدأت أن تنخفض، وذلك أيضا بسبب السلو داون التي الصين رأته. لأنه جرى الحديث بأنه كل هذه الإجراءات التي تقوم بها السعودية وحتى روسيا من تخفيض كأوبك أوبك بلس أو حتى كتخفيض طوعي، هي لم تساهم فعلا في رفع أسعار النفط، لأنه قالوا بأن نحتاج لوصول أسعار النفط إلى $80. رغم كل هذه التخفيضات لم يرتفع سعر النفط إلى $80. هل هو فقط بسبب الصين أم توجد أسباب أخرى ربما؟ يعني ممكن أيضا أن يكون يعني انخفاض الدولار الآن هو سبب رئيسي أيضا لرجوع أو استمرارية أسعار النفط فوق ال $78 وفوق ال $74 ل WTI، فيعني ممكن أن يلعب الدولار دور كبير في البالانسينج تبع أسعار النفط، لأن أوريدي يعني السعودية وروسيا لما عملوا هذا الفولنتري أكشن شفنا يعني التحرك الطفيف على أسعار النفط ولم يكن يعني جدا ملحوظ، ولكن الآن نرى some sort of stabilization في الأسعار وفقا على هذا الموضوع. أريد أن أشكرك جزيل الشكر نادية البلاسي، محللة أسواق مالية في إكويتي جروب، كنت ضيفتي في هذه الجولة من دبي عبر السكايب. شكرا لك. شكرا لك.